السلام عليكم، أهلا بكم في قناة المستر. النهاردة هنحل ملحق جيم تانية ثانوي الفاينل تيست رقم 7 صفحة 137 ل 139. انتظرونا. صفحة 137 الامتحان رقم 7. واحد بيبل كومبليند ذات الناس اشتكوا ان ايه the rubbish lay in، الكمامة موجودة not on the street في الشارع and this was collected at once، فتم تجميعها ايه في الحال، الكمامة كانت موجودة ايه اكوام، يعني يبقى بايلز، موجودة أكوام في الشارع، دي معناها حطام. 2 The famous tennis player، لاعبة التنس الشهيرة اللي هي فينس ويليامز، won several important singles، فازت بإيه فردية هامة، يبقى ألقاب فردية هامة titles before retiring، قبل الاعتزال. 3 Do not healthy، لكي تبقى إيه بصحة جيدة you should follow، يجب تتبع the rules of personal، قواعد بتاعت ايه personal and public cleanliness، النظافة العامة والايه والشخصية. طبعا مع healthy بنستخدم stay لكي تبقى بصحة ايه جيدة. 4 The Japanese bride، العروس اليابانية، insisted on wearing، اصرت ان هي ايه تلبس ايه او ان نقط Japanese kimono، ده ايه يعني ثوب فضفاض ياباني، on her wedding، في حفل زفافها. الثوب ده ايه بقى traditional تقليدي، ده معناه مبتكر. 5 every organization، كل منظمة كل شركة، with computer links، لها ايه لينكات نقط the internet، لينكات على الانترنت، تاخد حرف الجر هنا ايه links ديت to، مالها بقى كل شركة لها لينكات، must employ، يجب انها توظف its own programmers، يعني لازم ايه توظف مبرمجين خاصين بيها. رقم 6 في جملة اللي يهمنا the antonym، المضاد لكلمة بليجر، بمعنى سرور، سرور عكسها ايه سرو، بمعنى حزن يعني. رقم 7 we not to school tomorrow، ان احنا نذهب للمدرسة غدا as it's a holiday، ده دي اجازة، يبقى مش محتاجين بقى لا داعي ان احنا نذهب، يبقى الصح هتبقى ايه needing to go، اما دي تعبر عن الماضي لكن ده بيقول ايه غدا، ودي كمان ماضي ما تنفعش، ودي بقى ايه مثبته، يبقى المعنى خاطئ. 8 وات نوت ات ذا بارتي تونايت، يعني انت هتلبس ايه في الحفله الليله، يعني معنى كده ان الكلام عن الايه عن المستقبل، الوحيده مستقبل هنا دي مضارع مستمر يعبر عن شيء ايه تم الترتيب له، يعني انت مرتب تلبس ايه في الحفله الليله. 9 they were warned، تم تحذيرهم نقط the mountain، الجبل، in such bad weather، في مثل هذا الطقس السيء، تم تحذيرهم ان ايه ما يتسلقوش بقى الجبل، بقى الإجابة ايه بالنفي، هتبقى الإجابة not to، not to climb، ألا يتسلقوا. الفعل طبعا warn ده بياخد ايه to المصدر، بس مع النفي هتبقى not to. 10 she has been on the phone for an hour، يعني بقى لها بتتكلم ايه لمدة ساعة، she not to have an interesting conversation، في علامة تعجب هنا، يبقى يبدو انها عندها ايه محادثة شيقة بالنسبة لها، فقاعدة بقى لها ساعة تتكلم، يبدو يبقى seems تبدو. 11 which of the three supermarkets، اي من التلات ايه سوبر ماركتات do you think، انت تعتقد has not range of products، عنده اكبر مجموعة من المنتجات. المهم دولت ايه ثلاثة سوبر ماركت، يبقى بنبحث عن التفضيل هنا، يبقى الإجابة the widest، ذا مست فعلا للتفضيل بس ما تنفعش مع وايد بصفة صغيرة. 12 هشام نقط at the club tonight، هشام ايه هيلعب في النادي الليلة، we should go and see him، يجب ان احنا ايه نذهب ونيه ونشاهده، he's a great player، هو لاعب ممتاز لاعب عظيم. المهم يبقى ده يفيد اللي هو ايه هيكون بيلعب، يبقى الاستمرار مستقبل مستمر، شيء مستمر في المستقبل will be playing. 13 I found the restaurant، انا اتصلت بالمطعم نقط a table، لحجز منضدة، يبقى الصح هنا تبقى to المصدر phone و to المصدر to reserve، لكي احجز. 14 it's 2 years، يعني مضى ايه سنتين نقط جو، منذ اخر مرة شفت ايه جو، ودي عندنا تركيبة في الايه في الوحدات، بيجي هنا اتس وبعدها فترة زمنية اللي هي 2 years مثلا، وبعدين since وبعدها last وزمن الماضي البسيط، يبقى الاجابة كده واضحة بي.
since I last saw. 15 you didn't know at your car. ما كنتش هتدمر سيارتك كده. If you had driven more carefully. لو كنت سوقت ايه بأكثر حرصا. هنركز مع بعض قاعدة if بعدها هنا. ده ماضي تام. يبقى دي الحالة التالتة من if. يبقى الصح هنجيب هنا ايه wouldn't. يجي بعدها have والتصريف التالت have damaged. الحالة التالتة من if. صفحة 138 وده سؤال القطعة. هنقول فكرتها بسرعة. هي بتتكلم عن ايه؟ عن علم البيئة. وعلم البيئة عموما يعني بيدرس التفاعلات بين الكائنات الحية وبيئتها الفيزيائية الحيوية والتي تشمل كل من ايه الكائنات الحية والمكونات الغير حية. فبيقول لي هنا مصطلح علم البيئة يأتي من كلمة يونانية تعني دراسة المسكن. علم البيئة هو دراسة ايه كل الايه الكائنات الحية بتفاعلاتها زي ما قلنا بقى مع بيئتها. فبيقول لي اليوم احنا ايضا بنفهم ان علم البيئة يعني الاهتمام او العناية بكوكب الارض لكي ايه النباتات والحيوانات والبشر يمكنهم ان ايه ينمو. برغم من ذلك احنا يمكن ان احنا نتلف ندمر البيئة. احيانا الدمار ده بيكون ايه لا رجعة فيه، يعني ما ينفعش تصلح. انا برغم الناس عارفة كده وممكن بيدمروا البيئة. علم البيئة بيهتم بيه بقى كيف ان الكائن الحي يتفاعل مع المناخ والاحوال اللي واحوال التربة او ظروف التربة. كمان هو بيدرس كمية المياه الايه النظيفة او النقية الموجودة او المتاحة المتوفرة يعني، وكمية الموارد الطبيعية. باي ليرنينج اباوت يعني ايه؟ لما نعرف كيف ان الكائنات الايه الحية ديت تؤثر على بعضها البعض. كانت حياة تشمل ايه؟ تشمل البشر يعني. لما نعرف كده يمكننا ان احنا نتخذ قرارات تحمي الكائنات الحية وتحمي كمان الايه الموارد اللي عندنا في الايه كوكب الارض اللي احنا محتاجينها. There are يوجد كثير من الاشياء الاطفال ممكن يقدروا يقوموا بيها للمساعدة في التأكد من ان العالم سوف يبقى ايه يظل ايه صحي يعني. ازاي؟ القرارات ديت you are making today اللي انت بتتخذها اليوم هتؤثر على المستقبل، يعني هتؤثر على البيئة وكده. الباراجراف اللي بعده بيتكلم على ايه؟ على المحافظة على الموارد اللي الطبيعية زي المياه والكهرباء. كل ما حافظنا عليها كل ما عاشت معانا اكتر. بس كل ده ايه بيتكلم على ايه؟ على نفس الموضوع. دي معناها اجهزة كهربائية يعني. نحل اسئلة القطعة هنقول معناها على طول. رقم 16 الكرة الأرضية دي مثل الايه المنزل لكل الكائنات الحية، تبقى الإجابة بي. رقم 17 هتبقى الإجابة سي. معناها يعني إن علم البيئة يدرس كيف إن الكائنات الحية تتفاعل مع البيئة. رقم 18 تبقى الإجابة دي. ناس من المحتمل تترك الايه الأنوار ايه مشتعلة أما يكونوش بيستخدموها لأنهم ايه بينسوها. 19 الأربع جمل اللي جايين دول واحدة منهم مالها بقى لا تساعد في الحفاظ على الموارد الطبيعية، هتبقى ايه؟ تسرب المياه في الحمام. 20 كلمة thrive ممكن يحل محلها grow بمعنى ينمو. 21 هتبقى الإجابة سي carefully بحرص بحذر. صفحة 139 كلمة they تشير إلى كل الكائنات الإيه الحية سي. أفضل عنوان للقطعة دي هتبقى الإجابة A بمعنى المحافظة على، محافظة على الموارد يعني. السؤال اللي بعده الترجمة، ترجم اللغة العربية، الترجمة الصحيحة إيه؟ B ما تنفعش عشان كلمة إيه الفريقي، المفروض تبقى الجماعي، العمل الجماعي. سي الخطأ هنا في كلمة السماح، هي الصح تبقى إيه التسامح. طيب دي الخطأ في ايه؟ كلمة نفس الخطأ كلمة التعصب، الصح تبقى ايه التسامح. السؤال اللي بعده ترجم اللغة الانجليزية، الاجابة النموذجية هتبقى بي. ايه الخطأ في كلمة regions بمعنى مناطق، هي الصح تبقى مجالات. سي الخطأ بقى في كلمة nevertheless معناها دي ايه مع ذلك، الصح تبقى ايه لذلك.
دي الخطأ في كلمة آخر كلمة خالص، معناها طور تطور، يعني المفروض تبقى إيه؟ مرحلة يعني stage. يبقى الإجابة النموذجية B. وصلنا لنهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.